السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى الإمامان البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه اسم القوي المتين، قد ورد القوي في عدد من الآيات. قال سبحانه: كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا جينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. أما المتين فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن جرير رحمه الله: إن الله قوي شديد العقاب، أي أن الله جل وعلا قوي غالب، لا يرد أمره، يمضي قضاه على خلقه ويعذب الذين كفروا بآياته سبحانه وجحدوا رسله. وقال الخطابي رحمه الله: إن الله قوي، القوي بمعنى القادر، ومن قدر على شيء فقد قوي عليه، ومعناه التام القوة الذي لا يستولي عليه عجز بأي حال من الأحوال. فإن البشر وإن أعطوا قوة فإن قوتهم قاصرة فإن قوتهم متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. وقال شيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: القوي المتين بمعنى العزيز، أي الذي له العزة كلها، عزة الغلبة وعزة القوة، وغلب جميع المخلوقات سبحانه، ولا يستطيع أحد أن يهرب منه. ومن قوته وقدرته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قوته سبحانه أنه يبعث الموتى بعدما بلوا وتفرقوا وأكلتهم السباع والطيور وغرقوا في البحار، يبعثهم الله جل وعلا جميعا يوم القيامة. انتهى كلامه. وقال ابن قتيبة: المتين يعني الشديد القوي. وقال الخطابي: المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا يلحقه مشقة وتعب في أفعاله. انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين القوي المتين، أولا أن القوة لله جميعا، فلا غالب له سبحانه، ومن أعزه الله فهو العزيز، ومن أذله الله جل وعلا فهو الذليل. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك ينبغي للمؤمن ألا يعتمد ولا يلجأ إلا على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثانيا، قوله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال ابن كثير: أي بجد وحرص واجتهاد. وقال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال سبحانه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فتضمنت الآيات الكريمات صفتان عظيمتان، وهما القوة والمتانة. وقد أعطى الله جل وعلا هاتين الصفتين لعباده أو للناس جميعا بما يليق بهم. وقد وردت النصوص الكثيرة التي تحث على الاتصاف بصفة القوة والمتانة.
كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ثالثا، أنه يشرع للمؤمن أن يسأل ربه بهذين الاسمين العظيمين القوي المتين أن الله تعالى يرزقه ويعافيه ويعطيه من خير الدنيا والآخرة. قد ذكر بعضهم أن ما سألوا الله جل وعلا بهذين الاسمين إلا وأعطوا ما سألوا، قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى وجعا يجده في جسده، قال: فكاد أن يهلكني، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضع يدك اليمنى على ما تألم من جسدك وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهبه الله جل وعلا عني، فكنت آمر به أهلي وغيرهم. ثالثا أو رابعا، أنه لا قوة للعبد على طاعة الله جل وعلا إلا بتوفيقه سبحانه، ولا حول له في دفع معصية الله جل وعلا عنه أو عدم ارتكابها إلا بالله جل وعلا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النووي عن العلماء رحمهم الله أن في هذه الكلمة العظيمة استسلام وتفويض لأمر الله تعالى، وأنه لا عاصم من فعل شيء أو ترك شيء إلا بالله تبارك وتعالى. خامسا وأخيرا، الإيمان بهاتين الصفتين العظيمتين القوة والمتانة تجعل العبد المؤمن لا يعتمد ولا يلجأ إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بغيره سبحانه في الدنيا فإن الحقيقة تنكشف له يوم القيامة ولا ينفع ذلك. قال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.